احنا كنا الحقيقه نعرض البوبس او يعني استطلاع راي الناس في الشارع، تعرف ايه، تعرف عدد الاحزاب كام، وتعرف ايه عن او رايك ايه في دمج الاحزاب. يعني كنا هنأجله لاحقا للحوار حتى بعد ما نسمع ضيفنا كريم مهندس ياسر اورا، لكن بما انه الدكتور صلاح حسب الله سياده النائب اتكلم واشار للنقطه دي، انه حضرتك نفسك يعني بتقول انك لو نزلت الشارع وسالت الناس حضرتك عارف انه مفيش وعي حتى بعدد الاحزاب كام حزب. صحيح، وعايز اقول لك رغم تفاوت اعداد الاحزاب الممثله في البرلمان، في حزب ممثل مثلا ب 60 وحزب ممثل ب 50 لغايه ما حزب ممثل ب 4 ولا 5، الناخب اللي انتخب نواب الاحزاب انتخب اشخاص ما انتخبش احزاب ولا برامج. فدي مساله ثانيه. احنا بنتكلم الحياه الحزبيه لازم منتهاها ان الناس تبقى رايحة بتنتخب مثلا برنامج حزب الوفد، برنامج حزب الحرية، برنامج حزب المصريين الأحرار، برنامج حزب كذا، وبصرف النظر عن الاشخاص، ودوت بيبقى ده هيعود باثر طيب وباثر ايجابي على الحياة الحزبية وعلى البرلمان نفسه. هيبقى النائب جاي فعلا لمهمة التشريع والرقابة على اداء الحكومة، ومش منغمس بقى في الخدمات اليومية اللي هو يسموه نائب الخدمات. بالظبط كده. انما ارجع واخد بقى من التقرير ان هو لو ده يمكن حتى التساؤل اللي انا كنت بطرحه قبل ما انتوا وفجأة بان انتوا عاملين تقرير في نفس الاتجاه ان 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 فعلا الحياة الحزبية احنا جاهزين يا فندم لحضراتكم. لا الله ينور الله يسلمنا. انما لا، الحياة الحزبية في مصر فعلا محتاجة لإعادة صياغة. ومحتاجة لتوقف كل العقلاء في المشهد الحزبي ان لا احنا محتاجين نستمر بالشكل اللي احنا مستمرين بيه ده، هتبقى نفس النتيجه، تقرير مشابه لنفس التقرير. ولو بعد 50 سنه عملنا نفس استطلاع الراي هنسمع نفس الارقام ونفس النتيجه. احنا في حاجه يعني، احنا بصي كانت في حاله تعثر في اشهار الاحزاب قبل 25 يناير 2011، انما ما ينفعش تبقى حنفيه احزاب اتفتحت بعد 25 يناير 2011 بلا رابط ولا ضابط ولا ضوابط حتى لبقاء هذه الاحزاب. انت في حزب بيبقى عباره عن 4 5 قاعدين مع بعض وما لم يمثل في البرلمان بـ 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 بنائب واحد. فالحقيقه ان احنا محتاجين لاعاده صياغه الحياه الحزبيه، محتاجين لتفكير الجاد في مساله او دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاندماج الاحزاب متشابهه الافكار ومتشابهه البرامج. طيب، والتوجه السياسي. اسمح لي انا هقف عند النقطه دي، لانه في كلام او في ناس ليها رد بتقول انه الرئيس ما قالش ان الاحزاب بتدمج. انا هرجع لحضرتك في النقطه دي تاني وارجع لحضرتك برضه في جزئيه كيفيه بقى اعاده صياغه الاحزاب السياسيه في مصر كما تنادي حضرتك. تمام. لكن